صباح الخير متابعينا متابعي قناة شوف تي في. صباح الخير صباح الخير متابعينا متابعي قناة شوف تي في، تحية خالصة من مدينة سطات عروس الشاوية لجميع متتبعينا. صباح الخير، شكرا مصطفى، شكرا سلام محمد، شكرا لكم. شنو الموضوع رضوان؟ الموضوع هو، لانه ماشي مشكل نقولوا الموضوع، فبغينا حتى يتجمعوا المتتبعين ونتحدثوا كاملين، لكن شكرا لك على سؤالك. فالموضوع هو شنو رايكم في الزوج اللي كيعنف وكيضرب الزوجه ديالو؟ واش عنده الحق ولا لا؟ وممكن تعطيونا كاينين اسباب للتعنيف، علاش السبب اللي كيخليه يعنف الزوجه ديالو. اذا متابعينا صباح النور عليكم، صباح الخير عليكم جميعا، تحيه لجميع المغاربه فين ما كانوا. صباح الخير عبد الله، صباح النور اخي، صباح النور، صباح الورد عليكم متابعينا كاملين فين ما كنتوا. اذا متابعينا في الموضوع، حسن صباح الخير خويا، إلهام صباح الخير، لا للعنف، أكيد لا للعنف، وكاينين طرق أخرى للتواصل مع الزوجة أو للتواصل بين الزوجين. إبراهيم كاينين أكيد أخي، كاينين هاد النقط ونبغيو نشيرو ليهم كذلك، وفي موضوع آخر، وحتى في هاد الموضوع إن شاء الله نقدروا أننا نتحاوروا على هاد الموضوع ديال الزوجة اللي كتضرب زوجها، ولو أن هاد الحالات كيكونوا شادة، يعني كيكونوا قلال. إذا متابعينا صباح النور على هاد التعليق، وأكيد فوجهات نظر تختلف، فكذلك كاينين عدة طرق للتفاهم بين الطرفين، يعني بين الزوج والزوجة خارج زعما نطاق الضرب أو التعنيف. يعني يمكن للأزواج أن يتفاهموا بطرق أكثر حضارية. إذا متابعينا فالموضوع هو هذا. بلادي توحشت، صباح النور سامي ليلى صالحي، مرحبا بك. فبلادك احنا في جولة صغيرة او قصيرة لبلادنا الحمد لله مدينة سطات. اهلا وسهلا عبد الاله، اهلا بك، اهلا بك اخي. اذا متابعينا متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم وتحياتي لكم من مدينة سطات. الزوج اللي كيضرب مرتو ما كيتسماش راجل، حيت واخا يوقع اللي بغا يوقع بيناتهم، ما عندوش الحق يضربها. فبغينا احنا ما يكونش هاد النوع من العلاقه بين الزوج والزوجه تكون مبنيه على العنف والضرب. احمد فهنا كاينين طرق اخرى اخي يمكن ان نتفاهم معاها، فما كيكونش كاين كنهضروا على كاين واحد النوع اللي كيضرب بلا سبب، يعني كيكون مثلا عنده مشاكل في العمل في الخارج، يعني كيكون على برا البيت او برا المنزل كيكونوا عنده مشاكل. ملي كيكونوا عنده المشاكل كيدخل الدار كيبردهم، في مثلا غدا يدو في المراه او كيبدا يضرب، ولكن يعني هذا هو المشكل اللي كنبغي وحنا نسلطوا عليه الضوء. الا دارتي حاجه يصيفطها لدارهم وما يرجعهاش كما دارت. اكيد كاينين طرق، اكيد كاينين طرق حضاريه اخي رضوان، اكيد بحال هاد، يعني هذا ولو شي ولو غير بالترهيب والتهديد ممكن للمراه ان تتعظ. مصطفى صباح الخير، السلام عليكم، لا للعنف، كاين حوار بين الازواج ما كاينش عليها بالرجال وخمت الوعي للاسف. نعم ستيليست، نعم اكيد، فضروري ان يكون واحد الفضاء للحوار، فهذاك الفضاء للحوار كيخلق واحد النقاش اللي كيخرج بنتيجه، دائما ما كيخرج بنتيجه.
اللي كيضرب المراه حاشاك حمار. عزك الله اخي ياسين. وكاين كاينين فنتمنوا اننا ما يكونش عندنا هذا التدخل العنيف ما بين الاطراف بين الزوج والزوجه. نتمنوا ان ما يكونش عندنا هذا التدخل العنيف بين الطرفين. تحيه لكم في اخطر من الضرب. نعم اكيد شمس فاودة كذلك من انواع العنف. اكيد شكرا لك على تعليقك اللي كيعطي واحد النقطه او تسلطي الضوء على واحد النقطه اللي كذلك كذلك عندها واحد الاهميه فهو اللفظ اللفظي العنف عفوا العنف اللفظي. العنف اللفظي فهو عنده حتى هو اضرار خطيره. تحياتي للعنصر النسوي عبد الله. شكرا ليك وتحيه متبادله اخي ليكم جميعا. فانتم السند ديالنا اكيد. وي عنده الحق. علاش توفيق عنده الحق؟ اعطيني الاسباب. الرجل زمان اللي ما كيضرب ما كيبغيهاش. فكيف ما سبق وقلتي الرجل زمان يعني احنا ولينا في الان ما بقيناش في زمان. يعني احنا ديباسينا واحد الفتره من الزمن. كنعتذر الا ما قريتش كاع التعاليق. فالتعاليق كيطلعوا بكثره يعني من كثرة زعما التفاعل ديالكم اللي كنشكركم وكنحييكم عليه اكيد متتابعينا. وكيف ما سبق وقلنا ان الموضوع للنقاش فهو كيشمل الطرفين يعني الطرف النسوي وطرف الرجال. يعني عندنا الحق اننا ناخذ من كل طرف وجهه نظره. فهذا الموضوع فهو فقط لاخذ الفئه لاخذ الاراء والتفاعل معكم متابعينا متابعي قناه شوف تيفي. الاحترام هو كل شيء اختي. اكيد الاحترام اكيد الاحترام هو كل شيء اكيد. فاحنا كنتمنوا ان يكونوا تكون اي علاقه كتجمع بين الزوجين تكون على اساس الاحترام. فكونوا اكيدين انها ما غاداش توصل لدرجه العنف او التعنيف لا سواء من الرجل او من المراه. عبد الكريم البركاني الى راجل راجل الى يضرب مراته عمر نحسبوا رجال. عندك الحق. نعم فاحنا ما غاديش نمسوا بالرجوله ديالو كاع باش الناس اللي كتدير هاد الافعال ممكن لها انها تتراجع عليها وانهم يقدروا يحسنوا من نوعيه التصرف مع الزوجات او مع الجنس اللطيف. اذا متابعينا الاحترام هو من الزوج والزوجة. اكيد اكيد المرجي فريد اكيد. فالاحترام واجب بين الطرفين. الاحترام واجب سواء من زوجة او من الزوج اكيد. شيء اللي بغيتي العلاقه تزيد القدام فضروري من الاحترام والموده بين الطرفين لتسير العلاقه على ما يرام وعلى احسن ما يرام. الله سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف او فارقهن بمعروف. اكيد اكيد صدق الله العظيم. فهذه هي هذه آية يعني. فكيقول لك انا كنعتذر انني ما عارفاش الآية بالضبط وانما المهم غنعطيكم غير المعنى. فهي كيقول لك كيقولوا اللهم زعما اللهم يبقى عايش اللهم يبقى عايش معاها يعيش معاها بالمعروف ويبقى مزيان. فكيف ما قال اخي عبد الله فهو ذكرني بالايه اكيد. وانا غادي نذكر الايه ونقولها لكم هي بسياق اخر. خاص يكون تفاهم قبل الزواج. ماشي قضيه يكون تفاهم قبل الزواج وانما التفاهم اللي كيكون ما كيكونش قبل الزواج. تقدر يكونوا مفاهمين كيكون كيعرفها عنده سابق معرفه بها يعني كيكون بزاف الحوايج. ولكن فاش كيوصلوا لواحد المرحله ديال انه كيتسد عليهم باب واحد وكيوليو تحت سقف واحد كيولي المشاكل وكتولي. هذا علاش حنا كنقولوا هنا علاش هذا المشكل علاش هذا المشكل كنطيحوا فيه وعلاش هذا الشيء كيوقع. اذا متابعينا متابعي قناه شوف تي في فكيف ما تبعتوا معنا ان الموضوع اللي طرقنا له اليوم فهو موضوع العنف ضد المرأة. فبحكم أننا الآن في بمناسبة عيد المرأة اللي كان يصادف تاريخ يوم أمس 8 مارس
كنحتفلوا بعيد المرأة، فالمرأة فيها الأم، فيها الأخت، فيها الإبنة، فيها الصديقة، فيها الرفيقة، فيها يعني فيها كيف ما سبق ذكرت واحد الجملة قدامي اللي عجبتني، فهي هي نصف المجتمع والنصف المشرف على هذاك والمشرف على هذاك النصف الآخر، يعني هي اللي كتربي النصف الآخر. فلهذا كنتمناو ان تكون عندنا واحد كنتمناو ان يكون عندنا واحد نظرة مغايرة للنساء، في كيف ما قال الله سبحانه وتعالى عاشرهم بمعروف او عاشرهن بمعروف او صدق الله العظيم، انا ما قلتش على الآية استسمح. اذا متابعينا متابعي قناة شوف تي في، فكان هذا هو الموضوع اكيد. وبالنسبه للاشخاص اللي كيمارسوا العنف على الزوجات، فكنتمناو انهم يكونوا انهم يتبعوا معنا هذا البث المباشر من مدينه ستات، وما ياخذوش معنا الموضوع بحساسيه، فاحنا اكيد كان ما ياخذوش معنا الموضوع بحساسيه، فاحنا اكيد كنسلطوا الضوء فقط على بعض الامور اللي كتكون خاصها النقاش. ومشروق لا للعنف ضد النساء، اكيد اكيد لا للعنف ضد النساء، وحنا ما كنقولوش لا للعنف ضد النساء وصافي، خاصنا يكون واحد المعاشره اللي حسنه بين الزوج والزوجه. إلا دارت علاش، أما الضرب بلا سبب لا. عبد الحكيم فأنت غتكون حكيم أكيد، يمكن أنها تكون دارت علاش، ولكن غنعالجو مشكل بمشكل كبر منه أنها يضربها، فهذا سؤال ليك عبد الحكيم. ممكن أنك تكون حكيم معي تجاوبني فتسميشو، يعني واش ضروري أنه يعالج مشكل بمشكل كبر منه؟ الضرب ليس هو الحل، تحاول تحاور احسن. اكيد محمد، اكيد التحاور كيخرج النتائج احسن، كيخرج نتائج احسن. اذا متابعينا كنعتذر الى ما قريتش عاوتاني التعاليق ديالكم، فاسمحوا لي ان التعاليق كيطلعوا بكثره، وهذا ناتج على تفاعلكم اللي كنشكركم وكنحييكم عليه من هذا المنبر، وتحياتي الخالصه لكم من مدينه ستات عروس الشاويه. نضال مرزوقي بلاش نقرا، عزيز قال لي ما تبقاش تصور دخل المدن، عليك الخروج الى منطقة جبلية والمغرب العميق. اخي عزيز، فهناك انا مراسلة فقط لمدينة ستات واقليم ستات ومدينة برشيد واقليم مدينة برشيد، يعني ما يمكنش لي نمشي هناك. عندنا طاقم تبارك الله لشوف تي في، لقناة شوف تي في عندنا تبارك الله طاقم شامل، جامع المغرب العميق وجامع، يعني عندنا مراسلين تبارك الله اللي كيخرجوا للمغرب العميق. فانا بحكم المكان اللي انا كنتواجد فيه او انا المنطقه اللي كنتمي لها، فانا عندي تغطيه صحفيه لجميع التظاهرات اللي كيكونوا هنا بالمنطقه. صباح النور، تحيه خاصه الاخت الجميله. كاين عيال كيبغيو يتحكموا في الرجال، فهذا اكيد مشكل، فالراجل كيبقى راجل دائما، ما يمكنش اننا نتحكموا فيه. فلهذا احنا كنوجهوا رساله اكيد للنساء كذلك، ان الراجل دائما كيبقى راجل، ما يمكنش لك انك تتحكمي فيه ولو بذره، يعني دائما خاصو يبقى في بلاصتو. اكيد عزيز، فالحرمان فاحنا كيعنفنا، احنا خصصنا الذكر فقط للمراه، اما بالنسبه لنا احنا كمجتمع مدني كامل، فاحنا كيعنفنا اكيد الفقر، وكيعنفنا الحرمان، وكيعنفنا التهميش، وكيعنفنا كاينين بزاف ديال الامور اللي كتعنفنا في وضعنا الحالي. وكنتمناو يا ربي، احنا البلاد عندنا زوينه، ونتمناو ان البلاد تزيد القدام ان شاء الله، ونتمناو ان الحكومات القادمه انها تكون عندها واحد الوقع جميل علينا، والله يرفع علينا هذا الوباء. وشكرا على تعليقك اخي الكريم. شكرا. عنف في المدينة أكثر من العربية، أكيد العنف في المدينة أكثر من العربية، فالبادية فمازال كاينين ناس كيحترموا، أو لا كتكون الزوجات كيحترموا الأزواج أكثر.
ما عرفتش السبب بالضبط، وانما نقدروا نخرجوا نديروا شي واحد الارتسامات على مناطق القرويه ونشوفوا السبب اللي كيخليهم عندهم، ونقلبوا على احصائيات ديال التعنيف في المناطق القرويه. اذا متابعينا متابعي قناه شوف تي في، شكرا لكم على تفاعلكم وتتبعكم معنا على هذا البث المباشر من مدينه سطات، معي انا زكيه. تحياتي لكم من عروس الشاويه، دمتم في رعايه الله والى اللقاء، وشكرا لكم مره اخرى على تفاعلكم وعلى تواصلكم معي على هذا البث المباشر. شكرا.